تبدو الحركة شبه طبيعية في أسواق بعلبك، ولكن خلف هذا الهدوء إشكالات متنقلة في المنطقة تعكر صفو الأجواء في بحيرة رأس العين، وصرخة المقيمين والمغتربين خير تعبير. دائما يصير حوادث فردية وتنترك وما في معالجة، أصبحت الناس كلها يعني ما كل إنسان صار مشاغب كذا، صار هو بيعمل مشاكل كذا، ما بلاقي مين يحاسبه، ما بلاقي مين يعطي. كل يوم إشكاليات أمنية، كل يوم. ما نحن هلا عم نتسحر مش على صوت، كانوا بالزمانات يضربوا المدفع، هلا كلها قذائف بيسحرونا عليها. تقصير من الدولة، الدولة ساعة البدا واحد عم بيعمر أوضة بتعرفوا لو كان مخبى تحت 90 أرض، بس مطلوب واحد عم بيعمل مشاكل وبيعمل مشاغبات، هيدا ما بتعرف تجيبه. يؤثر التفلت الأمني على نحو كبير في الوضع الاقتصادي الخاص بالمنطقة، والمطلوب خطة أمنية جادة. هي إشكالية بتسبب، أنتم بتعرفوا في مقولة بتقول رأس المال جبان، فبالتالي أي واحد بدي يستثمر بلبنان بظل هيك وضع بتصور أنا بيحسب كثير، بدي يعمل كثير حسابات. يحمل رئيس بلدية بعلبك الأجهزة الأمنية مسؤولية ما يجري، إذ لا توقيفات ولا إجراءات بحق أحد من المرتكبين. في خلل أمني كبير عم بيصير بمنطقة بعلبك الهرمل بشكل عام، ومطلب شعبي لكل أبناء المنطقة بكامل فئاتهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية والحزبية والطائفية، ومناشدة للقوى الأمنية وللأجهزة المعنية كلها مع المسؤولين على المستوى السياسي بضبط الوضع الأمني في بعلبك الهرمل، لأنه بصراحة عم بيصير في حوادث بتعمل ردات فعل سلبية كتير على المنطقة من كل النواحي، معنوية وسياسية واقتصادية، وما حدا عم بيعالج هالحوادث اللي عم بتصير، ما حدا عم بيتابع، ما حدا عم بيلاحق. هو تقصير ولا في غطى سياسي؟ ما في غطى سياسي ابدا. يجي حدا يقول مين عم بيغطي لحتى نواجهه، يجي حدا يقولنا من هو من الذي يغطي هذه الاعمال لحتى نواجهه، يحكينا بالمباشر. طب ماذا تفعلون لمعالجه المشكله في بعلبك؟ يعني عاده منذ أكثر من 4-5 سنوات بعتقد صار في شيء 20 اجتماع بقيادة الجيش، واجتماع مع 20 اجتماع مع وزير الداخلية ووزير الدفاع والقوى الأمنية كلها جميعا حتى ما نستثني حدا، والحمد لله لغاية اليوم لم نحصل على نتيجة. اجتمع مجلس الدفاع الأعلى مشكورا، أخذ قرارات، بعد لهلأ ما شفنا ولا قرار تنفس. ويبقى صمود أبناء المنطقة كصمود أعمدة القلعة على الرغم من كل ما يجري من إشكالات أمنية، وهم يأملون أن تتخذ الدولة إجراءات تحمي الحجر والبشر. هادي الأمين، قناة الجديد.